بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات الذين اجتازوا باك 2024 شعبة الرياضيات، أقدم لكم تصحيح مادة الرياضيات. انتبهوا مليح. التمرين الثالث، نعتبر المعادلة E 7X ناقص 13 Y يساوي 29 ذات المجهولين الصحيحين X و Y. ألف، عين الحل الخاص X 0 Y 0 بالمعادلة E الذي يحقق x 0 ناقص 3 y 0 يساوي 3. ب، استنتج حلول المعادله E. ج، عين ثنائيات x y حلول المعادله A والتي من اجلها يكون x ناقص y ناقص 5 قيمه مطلقه اقل او يساوي 0. ثانيا، الف، ادرس تبعا لقيم العدد طبيعان ب، وقي القسمه الاقليديه للعدد 3 اس ان على 5. ب، بين أن العدد كما راكم تشوفون 2024 مضروب في 3 أس 1445 زائد 2023 أس 4 أن زائد 2 و 9 أس 2 أن زائد 3 يقبل القسمة على 5. عين الأعداد طبيعيين بحيث أن يوافق 0 بترديد 4. لترديد 4 و x y حل طبيعي للعدد n. أربعة، عدد طبيعي يكتب 5 ألفا 2 بيتا في نظام تعداد ذي الأساس 7، حيث ألفا و بيتا عددين طبيعيين، ألفا بيتا محصور ما بين صفر و ألفا. جد ألفا وبيتا حتى يكون أ يوافق 4 بترديد 5، ثم اكتب أ في النظام العشري. إذا تبعوا مليح. هلا، إذا السؤال الأول، عين الحل الخاص كما راكم تشاهدوا لنا. الخاص إذا عوضنا x 0 ب 6 و y ب 1 عندنا 6 ناقص 3 هي 3. إذا هذا حل خاص راح نستغله في بعد في ألف ب، 7 x ناقص 13 y يساوي 29، 6 في 7 من 42 ناقص 13 هي 29. لهنا نجمع المعادلتين، مدلنا 7 مضروب في x ناقص 6 ناقص 13 y ناقص 1 يساوي 0. اي كما راكم تشاهدوا، واش لاحظوا لهنا؟ لاحظوا العدد 13 والعدد 7 اوليين ما بينهما اوليين. اذا 13 يقسم 6 ناقص 6 معناه ان x ناقص 6 يساوي 13 ك كعدد طبيعي. عدد طبيعي، عدد طبيعي كعدد نسبي. عدد صحيح. إذن العدد 7 يقسم y ناقص 1، ومنه أن y ناقص 1 يساوي 7k، معناه أن y يساوي 7k زائد 1. إذن الحلول هي فيما يخص الثنائيات، عندك x يساوي 13k زائد 6 و y تساوي 7k زائد 1. 1 جيم
عين ثنائية إكس حول المعادلة والتي من أجلها عندنا إكس ناقص كذلك ناقص خمسة أقل أو يساوي ستة. إذا عوضنا كاب صفر واش اللي هنا يبقى لنا؟ عندك ستة ناقص واحد ناقص خمسة أقل من ستة، هذه هاك تشوف ستة ناقص أقل أو يساوي هلا. إذا عوضنا كاب الواحد عندنا 19 ناقص 8 ناقص 5 أقل من 6 6. إذا عوضنا كاب ناقص 1 كذلك ناقص 6 أو يساوي. إذا الإحداثيات إكس إيكغيك هي كالتالي 6 1 19 8 و 7 و 6 2 ألف. الدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي آن بواقي القسمة الأقليدية لعدد ثلاثة أس آن على خمسة. ثلاثة يوافق ثلاثة بترديد خمسة، ثلاثة مربع يوافق ربعة بترديد خمسة، لهنا تسعة معناه الباقي القسمة هي أربعة. ثلاثة أس ثلاثة يوافق الاثنين بترديد خمسة، وثلاثة أس ربعة يوافق واحد بترديد خمسة. لنا خطر شو عندنا لهنا؟ عندنا 16 3 أس 4 هو 16، 3 في 3 16، لهنا 3 مربع عندنا 4، 3 أس 4 عندنا 1، 4 في 4 هو 16، 16 هو يوافق 16 يوافق 1 بترديد 5. لهنا ضربها في كا، كا هو عدد صحيح، أن واحد أن، كا زايد واحد ثلاثة، يوافق ثلاثة على يوافق ثلاثة بترديد خمسة، أربعة كا زايد واحد يوافق أربعة بترديد خمسة، وأربعة كا زايد ثلاثة يوافق اثنين بترديد خمسة، إلى آخره. عندنا الجدول هذا، إذا أن يساوي أربعة كا. 4 ك 1 4 ك زائد 2 4 ك زائد 3 كما راكم تشاهدوا. تين بي بين ان العدد كل هذا كل العدد هذا كل يقبل القسمه على 5. كيف نديروا؟ اولا هذه نحولها، هو يوافق 4 بترديد 5، 30 2023 يوافق 3 بترديد 5، 1445 هو 361 مضروب في 4 زائد وحدة، معناه لنا عندنا 4 ك، عندنا لنا 4 ك زائد واحد. إذا ولا هنا 4 ك زائد وحدة معناه لهنا نعوضها، تشوفوا لهنا ثلاثة أس هذاك هي ربعة ك زائد واحد، معناه هاي ثلاثة نضربها في ثلاثة. هذه الجهة يسمى هذا العدد يوافق ثلاثة بترديد خمسة، هذا ثاني ثلاثة 22 ثلاثة هو ثلاثة ثلاثة، ولكن أس أربعة ن زائد اثنين، أربعة ن زائد اثنين هي ربعة. إذا ربعة، ولهنا تسعة أس اثنين أن زائد ثلاثة، معناه ثلاثة مربع الأس تاعو اثنين أن زائد، معناها ربع أن زائد، وربع زائد أن ثلاثة أس ربع أن زائد ستة لهنا مكتبناش في جدول ذاك هي ربعة، اثنين زائد ثمانية هي عشرين، إذا عشرين يوافق صفر بترديد خمسة. إذا العدد ذاك مقسوم، العدد يقبل القسمة على العدد هذا يقبل القسمة على العدد هذا كما راكم تشاهدوا، يقبل القسمة على خمسة لأن وصلنا لهذه السياق. ثلاثة عين الأعداد طبيعيا بحيث أن يوافق صفر بترديد ربعة،
وثلاثة أس إكس زي جراك زي 19 مضروب في ثلاثة أس أن ناقص 2 أن يوافق صفر بالتردد 5، و إكس جراك حل طبيعي لمعادلة أو. واش نديرو لهنا؟ راكم تشوفو إكس زي جراك هي 13، يعني الحلول السابقة 13 ك زائد 6 زائد 7 ك زائد، يعني 20 ك زائد 7 ان يوافق صفر بتردد 4. ان هي 4 لومدا، اللومدا نقدر نقولو لومدا هو عدد صحيح. هذا الطبيعي، طبيعي واش نديرو هنا؟ عندك تولينا ثلاثة عشرين ك زائد سبعة زائد 19 مضروب في ثلاثة أس ربعة اللومدا ناقص 8 لومدا يساوي يوافق صفر بترديد 5. إذن لهنا هذه العبارة هذه هي 2. علاه؟ علاه 2؟ لأن 3 20 كان زائد 7 هي 3 20 كان مضروب في 3 أس 7. 3 20 كان هي 4 مضروب في 5 كان، معناها 4 ك فتحة، وهذا 4 ك فتحة، 3 4 ك فتحة، هذه هي الهال واحد، وفقت واحد. وثلاثة أس سبعة واش هي؟ هي 4 مضروب في واحد زائد 3. أربعة في واحد زائد 3 هي 2. هاي لنا 2، إذن 2. نعوض، عندك 2 زائد 19 ناقص 8 لومدا بدلنا 21 ناقص 8 لومدا يوافق صفر بترديد 5. 8 لومدا يوافق ناقص 21. كيف نقلبوها لهنا؟ نزيدو 10 لهنا و 10 لهنا، واش تمدلنا؟ يزيدوا 10 لهنا تمدلنا 2 لومدا، لأن 10 ما عندوش الباقي، باقي قسمة. كي نديرو 10 لهنا ناقص 21 قداش تولينا لهنا؟ وديني ناقص 11، وناقص 11 على حساب الباقي قسمة هي ناقص 1، والناقص 1 هي 5 ناقص 1 معناه 4. إذن 2 لمدة يوافق 4 بترديد 5. إذن لمدة يوافق 2 بترديد 5. لاه لهنا قسمنا على 2، أي لمدة يساوي 5 بي زائد 2. بي وشني؟ عدد طبيعي. ومنه أن أن يساوي كما تشاهدوا أن يساوي 20 بي زائد 8. رابعا عدد طبيعي يكتب 5002 بيتا في نظام تعداد ذي الأساس 7، حيث ألفا والبيتا عددان طبيعيين. جيد ألفا وبيتا حتى يكون أ يوافق 4 بترديد 5، ثم اكتب أ في نظام العشري لهنا في نظام أساس 7، هاي لهنا مكتوب هكذا. نعوضها، أ سما هذه القيمة 49 ألفا زائد 14 زائد 7، معناه تولي أ يساوي 1722 زائد 49 ألفا زائد بيتا يوافق 4 بترديد 5.
تديت خمسة صح. 1722 وش هي؟ عند البقي قسمها هي أربعة. 49 بقي قسمها هي أربعة، وربعة هي ناقص واحد ترديد خمسة. نعوضوا، لهنا ربعة، لهنا ربعة كذلك، 49 هي ربعة زائد بيتا يساوي موافق لربعة بترديد خمسة. لهنا ربعة وربعة نغسلوها نختزلوها، تولينا ربعة ألفا زائد بيتا. ربعة ألفا هي خمسة ناقص ربعة معناه ناقص واحد، واحد ناقص خمسة أربعة بالترديد خمسة. أربعة راكم تشوفوا ناقص واحد، هنا زائد واحد ناقص خمسة. ناقص واحد هذيك هي خمسة ناقص واحد هي أربعة. دونك كما نقولو حنا نكتفي بناقص واحد لهنا، نديرو هاي لهنا و تحول هذه ربع ألفا زائد ب تتحول إلى ناقص ألفا زائد ب، ولكن دائما قسمة باقي لقسمة يوافق صفر بترديد خمسة، معناه أن بيتا ناقص ألفا يقبل قسمة على خمسة. كيف نوصل لهذا ذاك الحل بيكون هناك هي ستة ناقص واحد. ستة ناقص واحد هذا هو الحل. إذا كان ستة ناقص واحد معناه خمسة معناه مقسوم يقبل القسمة على خمسة. كتابة أ في نظام العشري نحكم هذا العدد هذاك السابق و نعوضو ألفا و بيتا بالقيم تاعهم تولي 2024 و انتهينا والسلام عليكم.